في الحقيقة النهاردة يوم 22 إبريل. يوم 22 إبريل وفي اليوم ده من كل عام العالم بيحتفل بيوم الأرض، وده بيكون حدث سنوي أممي، يعني عملته الأمم المتحدة بتحتفل فيه دول العالم كلها علشان تزود الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية. الدول في كل أنحاء العالم المهتمين بهذه القضية بيعملوا مؤتمرات، بيعملوا فعاليات، بيشرحوا حجم الضرر اللي وقع على كوكب الأرض واللي تسبب فيه الإنسان للأسف في آخر قرنين من الزمان. بس يعني طول عمر الأرض ما كانش فيها هذه المشاكل، لما جات الثورة الصناعية حصل كل هذه المشاكل ونتج عنها ظواهر مناخية متطرفة زي الفيضانات، زي السيول، زي حرائق الغابات، زي الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وأيضا الصقيع الغير محتمل. كل هذه الظواهر بتندرج تحت بند التغيرات المناخية اللي حصلت على كوكب الأرض. تعالوا نحكي لكم الحكاية من الأول. يوم الأرض بدأ بدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1970، وشارك فيها حشود كبيرة على شكل مسيرات. المسيرات دي كانت بتطالب بوضع قوانين عشان تحمي البيئة من التلوث، وده طبعا بعد ما كل الناس لاحظت الضرر البيئي الكبير اللي نتج عن تسرب النفط اللي حصل في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأمريكية يمكن سنة 69. بعد كده حصل بقى تجاوز في التاريخ ده، حدود الولايات المتحدة أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا اليوم ده يوم دولي للأرض عام 2009. وكمان في نفس اليوم سنة 2016 الأمم المتحدة تبنت اتفاقية باريس للمناخ اللي بتستهدف إبقاء الاحترار العالمي أقل من 1.5 درجة مئوية والعودة لمستويات ما قبل الصناعة. أشكرك يا منة على المقدمة التاريخية العظيمة اللي أنت قلتيها دي، ودي يمكن بتلخص التحركات الدولية اللي حصلت على الساحة العالمية حول ما حدث على التغيرات المناخية. ولكن في الحقيقة بدون ضغط من كل النشطاء اللي كانوا مهتمين بقصة المناخ على رأسهم واللي بعتبرهم يعني النموذج الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني، منظمة جرين بيس أو السلام الأخضر اللي عملت مظاهرات قدام الجي 7 وقدام القمم أو الاجتماعات الدولية، وكانت بتطالب سنة بعد سنة أن يا جماعة خلي بالكوا خلي بالكوا خلي بالكوا. بدون كل دول ما كانش هيحصل حالة الحراك العالمي اللي شفناها في المؤتمرات اللي بتحصل كل سنة واللي بتكشف لنا حقيقة كلنا كنا يمكن مش عارفينها، أن العالم المتقدم هم 7 دول في العالم هم اللي عملوا كل التغيرات المناخية دول، وأن الدول الأكثر فقراً هم الأكثر تضرراً، وأن الدول الأكثر غنى هي اللي عندها إمكانيات يمكن تعالج الحاجات دي في شكل صورة يعني معالجات بسيطة زي ما أنت عارفة منها. ولكن في النهاية المواطن الإفريقي على سبيل المثال هو الأكثر تضرراً. يعني زي ما قلت كده التغيرات المناخية كل الأضرار اللي أضرت البيئة وأثرت على كل حاجة حوالينا، أثرت على الزراعة، على المية، على جودة التربة، على الأمن الغذائي، على الأمن المائي، بتأثر على الصحة العامة، مش بتأثر على صحتنا بس، بتأثر على صحة الحيوانات اللي احنا بنتبعها وناكلها، بتأثر على صحة كل حاجة. كل ده خلتنا احنا أكثر تضررا. وزي ما قلت كده رغم ان احنا يعني اقل الدول اللي ساهمنا في تكوين هذه الظاهرة، لكن احنا الاكثر تضررا. ويمكن عشان كده مصر انتبهت من وقت طويل لاهميه الحفاظ على الموارد وحمايه التنوع البيولوجي، وكمان استزراع مساحات من الاشجار عشان تقدر تحمي ارضنا، تقلل كمان تداعيات التغيرات المناخيه. النهارده هيكون عندنا فقره مهمه عن يوم الارض العالمي واهميه الاحتفال بيه. نصبح لحضراتكم مرة تانية وصباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر.